باسم يوسف في ما علينا ما علينا، بالاشتراك مع خالد منصور وأيمن وطار. باسم يوسف على الراديو 90 90. أعزائي المستمعين، أهلا بكم على الراديو 90 90 في برنامج ما علينا، معكم باسم يوسف وأيمن وطار وخالد منصور. أهلا بيكم، صوتي جيد حلقة مش كده. حلقتنا النهاردة عن شيء قريب جدا لقلوب المصريين، بيعمل جو، بتزيد اللمة فيه. حلقتنا النهاردة عن شيء بيميز الشهر اللي احنا عايشين فيه. ايوه انا عرفته، شهر رمضان. خالد السؤال مش الشهر يا حبيبي، احنا عارفين، وبعدين احنا مش في مسابقة، يعني اهدى، تيك ات ايزي شوي. ماشي اوكي، يلا بينا. شهر رمضان بيميزه عن شهور السنة كلها في الخير والرحمة والاحساس بالضعيف يا يا لا يا ايه يا عم خدود، ايه جو لقطة الكلام ده؟ انت مواد لقطة الكلام ده ايمون؟ لا الله 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 الله، ليه كده يا ايمون؟ ده احنا حبايب وفي شهر كريم برضك، يعني في شيء بيميزه عن شهور السنة؟ ايوه، اللي هو ايه بقى؟ ممكن ارد؟ اتفضل. في الخير والرحمة والاحساس بالضعيف. خلاص كفاية، بدل ما تتعب نفسك وكده. معلش يا باسم، هو نوعا ما قال حاجات صح، وبعدين حاسس ان انا لو مستمع البرنامج دلوقتي هيكون على سني جملة واحدة. اللي هي ايه؟ جاوب على ام السؤال. فعلا جاوب على ام السؤال، ايه اللي بيميز شهر رمضان عن بقيه شهور السنه؟ خلاص خلاص، انا هجاوب على ام السؤال. اما رمضان فهو شهر له تاريخ طويل، وفي القلب ياتي كل سنه مره، ولا ياتي مرتين ابدا الا في السنه. وماله كارف على مرسي، مش عارف باين انه وحشه. فقد جاء رمضان من كل عام في شهر يناير وشهر فبراير ومارس وابريل، كما جاء ايضا في فصول الصيف بمايو ويونيو ويوليو واخير اغسطس. يابا انصر ام ذا كويستشن. ولا ننسى بالطبع سبتمبر واكتوبر ابدا، فهم في عيوننا، وبالتاكيد نوفمبر بالقلب، وديسمبر وما ادراك ما ديسمبر. ايه يا عم ده، عبط احنا يا باسم. لانك قلت ازلكوا شويه، ما علينا. بصوا، الاجابه سيدي هي التلفزيون للاسف. وليه للاسف؟ بينافق محطه الراديو، مش عارف طول عمره واطي. لا بجد انا مش بقول كده عشان احنا في الراديو بناخد فلوس من المحطه دي، لا ابدا والله، لا بجد انا عايز اتكلم على التلفزيون، ومش اي حاجه على التلفزيون، بالتحديد الاعلانات. والاعلانات مضايقك في ايه؟ مطلع ما هتحط نظرك هتلاقي اعلان. نظرك وتقعد تسال نفسك سؤال، هو مين اخترع ام الاعلانات؟ ايه المنتج اللي كان مهم للدرجه دي ان الناس تعرفه ويتم اعلانهم لشرائه؟ يعني العيش اكيد لا، يعني ما هم بيخبزوه قدام عينيهم وبياكلوه. طب ايه اللي ما كانش موجود ومش من احتياجاتك، في ظل الاعتبار ان احتياجات الانسان البدائي مثلا ما كانتش ايفون؟ صحيح صحيح. تفتكر اول اعلان في الشارع الناس شافته كان ايه؟ اول اعلان الناس شافته؟ ايوه هقول لك، بس بعد الفاصل شويه تحنيس. على الراديو 90 90 ما علينا مع باسم. رجعنا لكم تاني، وكنا بنتكلم عن شيء بيميز شهر رمضان. عارفين يا اولاد، جو رمضان ده والتلفزيون بيفكرني دايما بجو البرنامج. ازاي يعني؟ كميه اعلانات فشيخه، يعني تحسها موجه تسونامي مغرقانه 30 يوم. لما تعرف بقى ان في اكتر من 48 قناه تلفزيونيه بتعرض 60 مسلسل على 98 برنامج، تعرف ان الاعلانات دي ما هي اللي راحه من فرهضه المسلسلات. ايوه، بس انت ايه اللي مضايقك من الاعلانات؟ خليني الاول احكي لك عن بدايه فكره الاعلانات. انت حاسس التاريخ بقى انت يا خالد، انت احنا شكلنا عاديين. انتوا عارفين اول اعلان في العالم كان لايه؟ اكيد كان اعلان سمنه. ايه السطحيه دي؟ ايه السطحيه دي؟ اكيد كان مسحوق غسيل. انا كده مش سطحي. اول اعلان في العالم كان اعلان عن سجاير مارلبورو. نفهم من كده ان الانسانيه سرسجيه من يومها؟ شايف اول اعلان كان على ايه؟ كان عن حاجه مضره زي السجاير. عارف لو كان اول اعلان اتعمل في مصر كان اتعمل على حاجه افيد زي حجر المعسل مثلا. بالظبط كده، يعني المنتج اللي جرنا في موضوع فيضان في الاعلانات علينا من كل حته ومن كل ناحيه ما خدش من الحب جانب، واخد مكانه ملك وملكه الجماهير الاعلانيه الزيت والمسحوق. ولو افترضنا ان الاعلان تم بتكرر السجاير والسجاير مش مفيده، فده معناه ان الاعلانات دي لحاجات مش بنحتاجها. الاعلان في شكله الاساسي هو ترغيب لشيء مش عندك، بيشتغل على عواطفك، احاسيسك بعدم الاكتمال، يديك مفاجاه مزيفه ملهاش دعوه بالمنتج. نشرب حاجه ساقعه تترقص لك بنت حلوه، تاكل شوكولاته تترقص لك بنت حلوه برضه. وانا اتنفخت كده من شويه. بالظبط كده، محتاج اعلانات عشان تتخن يا ايمن على فكره. ربنا يخلينا البرنس، طعم له تاريخ. بعد الفاصل يا برنس اقول لكم اصل الاعلانات ممكن يبقى اكتر من مجاز انك تتدبس في اكله او يندحك عليك بمسحوق غسيل. بعد الفاصل. بعد الفاصل. ما علينا، باسم يوسف على الراديو 90 90. لاني غالبا مش هيكون في اعلانات بعد اللي احنا قلناه ده. كثفنا كده على طول. بصرف النظر عن كده، انتوا ايه رايكم في الاعلانات عامه؟ تسليه، تغيير، مصدر لا نهائي للمزهز. متحرش من يومك يا خالد. بس هل انتوا شايفين ان الاعلانات عباره عن بيع للوهم،
تجميل لواقع مش موجود، يعني الشامبوهات اللي بتخلي الشعر زي الحرير مش نافع معاها مكوه رجل اصلا، كريمات تفتحي بيها بشرتك، ام العنصر ايه، لبس، اكل، عربيات، منتجات تديك احساس زائف انك لما تشتري المنتج ده هتبقى احسن بكتير. ايه علاقه انك تشرب حاجه ساقعه او تاكل شوكولاته بالعالم الكرتوني الخيالي اللي بيترسم حواليك؟ سبيشال افكتس يا معلم. بالظبط، سبيشال افكتس، كله تجميل لواقع مش موجود. كم واحد بيعمل فينا كده في السياسه؟ اوعدكم بكذا، هعمل لكم كذا، اتعهد ان انا اعمل لكم كذا. نفس فكره الواقع المزيف بتاع الاعلانات، الفرق اننا مش بندفع 2 جنيه ونص علشان كنز الحاجه الساقعه. لو في فرق تاني مفيش سبيشال افكتس ولا مزز، سياسه ناشفه بعيد عنك. حد فاكر حمله مرسي كانت عامله ازاي؟ كانت وقت العمل وقت الكلام انتهى، ومن ساعتها يا معلم مفيش غير كلام، ملعوبه مش كده برضه؟ استنونا الحلقة الجاية في برنامج مع علي.